بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك سيدي السلام على النساء البارزات، السلام على الشاسعين في البلدان. يا ليتنا فنفوز فوزا عظيما. جلس على قبر الحسين سكينة تشكو إليه بلوعة وشجون. أبتا يا تذكر حين كنت صغيرة لم تكتمل أبتاه سبع سنين، ناديتني ومسحت متني حينها، ما كنت أعلم لم مسحت متواي. أدميت بسياطهم من فرط ما ضربوا. أبتاه أذكر حينما أهديتني قرطي، رأيتك باكيا بسكوني. الله يا ذاك القرط كنت أحبه. لكنهم ويلاه قد سلبوا.
الصراخ وضج وادي كربلا يا 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 وتلاطمت امواجه برنيني ناحت عقيلة حيدر واستخرج رأسا يواسي قلبها بأنيه يقول قالت لأخويا تفارقنا وتجمعنا على قبرك يا ابو السجق تفارقنا وتجمعنا على قبرك يا ابو السجاد قوم انهض تلقانا لفينا لك على الميعاد عزيزاتك عزيزاتك يا ابو سكينة قعدت على القبر تنعاك والتم الشمل يمك يا اخويا بامل نلقاك وشفتني يا نسوان قال ان كلها تجمعت كترك بس ظلت رقيه هنايا وحدها بخرابه وليل مظلمه وموحشه وبقيايا لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السيد ابن طاووس وتسابق القوم على نهب بيوت آل الرسول وقرة عين الزهراء البتول فخرجنا بنات رسول الله وحريمه يتساعدن على البكاء ويندبن لفراق الحماة والأحب. قال حميد بن مسلم ورأيت امرأة من بني بكر بن وائل كانت مع زوجها في أصحاب عمر بن سعد فلما رأت القوم قد احتملوا على نساء الحسين في فسطاطهن وهم يسلبونهن أخذت سيفا وأقبلت نحو الفسطاط وقالت يا آل بكر بن وائل أتسلب بنات رسول الله لا حكم إلا لله يا لثارات رسول الله فأخذها زوجها وردها إلى رحليه ثم أخرجوا النساء من الخيام وأشعلوا فيها النار فخرجنا حواسر مسلبات حافيات باكيات وقلنا للأعداء بحق الله إلا ما مررتم بنا على مصرع الحسين فمروا بهن على المصارع فلما نظرت النسوة إلى القتلى صحنا وضربنا وجوههن مروا بهن على القتلى يا مطرحة ما بين منعفر في جيان بمصطلم ومذ رأت زينب جسمايا الحسين على بوغى خضيبا بدم النياحر واللمم نادت انسايا عين عيني يا حسين اخي يا
أملي وعقد جماني المنضودة يا ودعتك الله يا عيوني خويا يردون عنك ياخذوني زجري وخي ولا ليباروني أنا نخيت إخوتي ولا جاوبوني يا أهل الحمية ما تجوني من إيد الأعاد تخلصوني قالت لجيت بث حزني يا شيخ الطايفة خويا انشاف طول الجان ما حد شايف وها هاي اول مرة حس خايف يا مو عليك عليتي يجري عيوني تقل له بالله عليك يا الحادي مر بينا على وليانا تشب الهزل ساعة وبممشاه نتوانا نريد نمر على الوليان أو نخبرهم بممشان يا حاد الحرم مهضومة تريد تمر على الحوم وشوف اخوتي تظل نومة ولا تلحق تلوح الخيل ويانا وتبارينا يقول الراوي فوالله لا أنسى زينب بنت علي وهي تندب أخاها وتنادي بصوت حزين وقلب كئيب يا جداه يا محمدا صلى عليك ملائكة السماء هذا حسين مرمل بالدماء مقطع الأعضاء وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى وإلى محمد المصطفى وإلى علي المرتضى وإلى فاطمة الزهراء وإلى حمزة سيد الشهداء ومحمدا هذا حسين محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء بأبي من أضحى معسكره يوم الاثنين نهبا بأبي من فسطاطه مقطع العرى بأبي من لا هو غائب فيرتجى ولا جريح فيداوى فأبكت والله كل عدو وصديق أسالف لك أسالف لك يا خويا من مشينا أنا سالف لك يا خويا من مشينا من الناقع لجسمك سلمينا خويا ودعت الله مو بدينا حد حاد الضعان غصبا سكينة بنت الحسين سألت من عمتها لمن تخاطبين فأجابتها أخاطب أباك الحسين فألقت بنفسها من محملها إلى جسد أبيها واعتنقت جثتها
منادي يا والد والله ضيمة أنا صير من زغر يتيمة بويا والنوح من عقبك لجيمة أثار الأبو يا ناس تقل ابعدت عني يا نور العين شافاي وطفي حسين عقبك بعد شافاي بحر الشمس ماكو عليك شوفي شافاي انا شظل لك وانا بعدك سبي فأبكت جميع الأعداء قال ابن سعد نحوها عن من على جسد أبيها فاجتمع عليها عدة من الأعراب فجروها من على جسد أبيها قامت والدموع جارية وكأني بها نادت بويا برضا أنا يجرني الشمر من بين ديك أصرخ وادير العين ليك وادرب حميتك ما تخلي وروي أن رؤوس أصحاب أبي عبد الله كانت 78 رأسا فاقتسمتها القبائل لتتقرب بها إلى ابن زياد وإلى يزيد فجاءت كندة 13 رأسا وصاحبهم قيس بن الأشعث وجاءت هوازن 12 رأسا وصاحبهم شمر بن ذي الجوشن وجاءت تميم 17 رأسا وجاءت بنو أسد 16 رأسا وجاءت مذحج 7 رؤوس وجاء سائر الناس 13 رأسا ثم سار ابن سعد بمن تخلف من عيال الحسين وحمل نساءه على أحلاس أقتاب الجمال وهن ودائع الأنبياء وساقوهن كما يساق سبي الترك والروم في أشد المصائب والهموم ولما فصل ابن سعد عن كربلاء خرج قوم من بني أسد وصلوا على تلك الجثث الطواهر الزواكي ودفنوها على ما هي الآن عليه وسار ابن سعد بالسبايا المشار إليهم فلما قاربوا الكوفة اجتمع أهلها للنظر إليهم فأشرفت امرأة من الكوفيات وقالت من أي الأسارى أنتم فأجابتها بنات علي نحن أسارى آل محمد فنزلت من سطحها فجمعت لهن ملأ وأزر ومقانع فأعطتهن هذا وقد غصت الطرقات في وجوه أهل البيت فجعل أهل الكوفة ينوحون ويبكون وكأني بالعقل نادت شمال الناس تتفرج علينا عمت عانى ليصد بالعين لينا يخسل قال غايب ولينا وراس على الرمح لينا يتفكر
فقال علي بن الحسين عليه السلام: أتنوحون وتبكون من أجلنا؟ فمن الذي قتلنا؟ قال بشير بن خزيم الأسدي: ونظرت إلى زينب بنت علي يومئذ ولم أر خفرة أنطق منها، كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين. وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا فسكتوا، فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس. ثم قالت: الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطاهرين. أما بعد، يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر والمكر، أتبكون فلا رقأت الدمع ولا هدأت الرن أو الزفرة؟ إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ألا وهل فيكم إلا الصلف النطف والصدر الشنف وملق الإماء وغمز الأعداء؟ أو كمرعا على دمنة أو كفضة على ملحودة؟ ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم؟ أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون؟ أتبكون وتنتحبون؟ إي والله، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها، ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا. وأنا ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيد شباب أهل الجنة وملاذ حيرتكم ومفزع نازلتكم ومنار حجتكم ومدرة سنتكم؟ ألا ساء ما تزرون وبعدا لكم وسحقا، فلقد خاب السعي وتبت الأيدي وخسرت الصفقة، وبؤتم بغضب من الله وضربت عليكم الذلة والمسكنة. ويلكم يا أهل الكوفة، أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم؟ وأي دم له سفكتم؟ وأي كريمة له أبرزتم؟ وأي حرمة له انتهكتم؟ لقد جئتم بها صلعاء عنقاء، فقماء خرقاء، كطلاع الأرض وملء السماء. أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تنصرون؟ فلا يستخفنكم المهل، فإنه لا يحفزه البدار ولا يخاف فوت الثار، وإن ربكم لبالمرصاد. قال الراوي: فوالله لقد رأيت الناس حيارى يبكون، وقد وضعوا أيديهم في أفواههم، ورأيت شيخا إلى جنبي يبكي قد بل لحيته بدموع عيني، وهو يقول: بأبي أنتم وأمي، شبابكم خير الشباب، وكهولكم خير الكهول، ونساؤكم خير النساء، ونسلكم خير نسل، لا يخزى ولا يبزى. وخطبت بعدها فاطمة الصغرى، وكان لها من العمر 11 سنة، فأبكت جميع من حضر، فقالت: الحمد لله عدد الرمل والحصى، وزنة العرش إلى الثرى، أحمده وأؤمن به
وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن أولاده ذبحوا بشط الفرات من غير ذحل ولا ترات اللهم إني أعوذ بك أن أفتري عليك الكذب أو أن أقول عليك خلاف ما أنزلت عليه من أخذ العهود لوصيه علي بن أبي طالب المسلوب حقه المقتول من غير ذنب كما قتل ولده بالأمس في بيت من بيوت الله فيه معشر مسلم بألسنتهم تعسا لرؤوسهم ما دفعت عنه ضيما في حياته ولا عند مماته حتى قبضته إليك محمودا النقيب طيب العريك معروف المناقب مشهور المذاهب لم تأخذه اللهم فيك لومة لائم ولا عذل عاذل هديته اللهم للإسلام صغيرا وحمدت مناقبه كبيرا ولم يزل ناصحا لك ولرسولك حتى قبضته إليك زاهدا في الدنيا غير حريص عليها راغبا في الآخرة مجاهدا لك في سبيلك رضيته فاخترته وهديته إلى صراط مستقيم أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل المكر والغدر والخيلاء فإنا أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا فجعل بلاءنا حسنا وجعل علمه عندنا وفهمه لدينا فنحن عيبة علمه ووعاء فهمه وحكمته وحجته على الأرض في بلاده لعباده وأكرمنا الله بكرامته وفضلنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله على كثير ممن خلق تفضيلا بينا فكذبتمونا وكفرتمونا ورأيتم قتالنا حلالا وأموالنا نهبا كأننا أولاد ترك أو كابل كما قتلتم جدنا بالأمس وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت لحقد متقدم قرت لذلك عيونكم وفرحت قلوبكم افتراء على الله ومكرا مكرتم والله خير الماكرين فلا تدعونكم أنفسكم إلى الجذل بما أصبتم من دمائنا ونالت أيديكم من أموالنا فإنما أصابنا من المصائب الجليلة والرزق العظيم في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور فتبا لكم فانتظروا اللعنة والعذاب فكأن قد حل بكم وتواترت من السماء نقمات فيسحتكم بعذاب ويذيق بعضكم بأس بعض ثم تخلدون في العذاب الأليم يوم القيامة بما ظلمتمونا ألا لعنة الله على الظالمين ويلكم أتدرون أية يد طاعنتنا منكم وأية نفس نزعت إلى قتالنا
أم بأية رجل مشيتم إلينا تبغون محاربتنا؟ والله قست قلوبكم وغلظت أكبادكم وطبع على أفئدتكم وختم على سمعكم وبصركم وسول لكم الشيطان وأملى لكم وجعل على بصركم غشاوة فأنتم لا تهتدون. فتبا لكم يا أهل الكوفة أي ترات لرسول الله قبلكم وذحول له لديكم بما غدرتم بأخيه علي بن أبي طالب جدي وببنيه وعترته الطيبين الأخيار. وافتخر بذلك مفتخر فقال نحن قتلنا عليا وبني علي بسيوف هندية ورماحه وسبينا نساءهم سبي ترك ونطحناهم فأي نطاح. فأجابته بفيك أيها القائل الكثكث والأثلب افتخرت بقتل قوم زكاهم الله وطهرهم وأذهب عنهم الرجس فاكظم وقعك ما أقعى أبوك فإنما لكل امرئ ما اكتسب وما قدمت يداه. أحسدتمونا ويلكم على ما فضلنا الله تعالى به؟ فما ذنبنا إن جاش دهرا بحورنا وبحرك ساج ما يواري الدعامصا؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فارتفعت الأصوات بالبكاء والنحيب وقالوا حسبك يا ابنة الطيبين فلقد أحرقت قلوبنا وأنضجت نحورنا وأضرمت أجوافنا. فسكتت وخطبت بعدها أم كلثوم في ذلك اليوم من وراء كلتها رافعة صوتها بالبكاء فقالت يا أهل الكوفة سواة لكم ما لكم خذلتم حسينا وقتلتموه وانتهبتم أمواله وورثتموه وسبيتم نساءه ونكبتموه فتبا لكم وسحقا. ويلكم أي دواه دهتكم وأي وزر على ظهوركم حملتم وأي دماء سفكتموها وأي كريمة أصبتموها وأي صبية سلبتموها وأي أموال انتهبتموها؟ قتلتم خير رجالات بعد النبي ونزعت الرحمة من قلوبكم. ألا إن حزب الله هم المفلحون وحزب الشيطان هم الخاسرون. قتلتم أخي ظلما فويل لأمكم ستجزون نارا حرها يتوقد. سفكتم دماء حرم الله سفكها وحرمها القرآن ثم محمد. فضج الناس بالبكاء والنحيب ونشر النساء شعورهن ووضعن التراب على رؤوسهن وخمشن وجوههن ولطمن خدودهن ودعون بالويل والثبور وبكى الرجال فلم ير باك وباكية أكثر من ذلك اليوم. ثم إن زين العابدين عليه السلام أومأ إلى الناس أن اسكتوا فقام قائما فحمد الله وأثنى عليه
ثم قال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أنا ابن من انتهكت حرمته وسلبت نعمته وانتهب ماله وسبي عياله، أنا ابن المذبوح بشط الفرات من غير ذحل ولا ترات، أنا ابن من قتل صبرا وكفى بذلك فخرا. أيها الناس، ناشدتكم الله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق والبيع وقاتلتموه، فتبا لما قدمتم لأنفسكم وسوءة لرأيكم بأية عين تنظرون إلى رسول الله، إذ يقول لكم: قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي. فارتفعت أصوات الناس بالبكاء من كل ناحية، وقال بعضهم لبعض: هلكتم وما تعلمون. فقال: رحم الله امرئا قبل نصيحتي وحفظ وصيتي في الله وفي رسوله وأهل بيته، فإن لنا في رسول الله أسوة حسنة. فقالوا بأجمعهم: نحن كلنا يا ابن رسول الله سامعون مطيعون حافظون لذمامك، غير زاهدين فيك ولا راغبين عنك، فمرنا بأمرك يرحمك الله، فإنا حرب لحربك وسلم لسلمك، لنأخذن يزيد ونبرأ ممن ظلمك وظلمنا. فقال عليه السلام: هيهات هيهات، أيتها الغدرة المكرة، حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم، أتريدون أن تأتوا إلي كما أتيتم إلى أبي من قبل؟ كلا ورب الراقصات، فإن الجرح لما يندمل. قتل أبي صلوات الله عليه بالأمس وأهل بيته معه، ولم ينسني ثكل رسول الله ثكل أبي، ولم ينسني ثكل رسول الله ثكل أبي وبني أبي، وجده والله بين لهاتي، ومرارته بين حناجري، وحلقي وغصصه تجري في فراش صدري، ومسألتي أن تكونوا لا لنا ولا علينا. ثم قال: لا غر، وإن قتل الحسين فشيخه قد كان خيرا من حسين وأكرما، فلا تفرحوا يا أهل كوفة، أنا بالذي أصاب حسينا كان ذلك أعظم. قتيل بشط النهر روحي فداؤه، جزاء الذي أرداه نار جهنم. ثم قال: رضينا منكم رأسا برأس، فلا لنا ولا علينا. ثم إن ابن زياد جلس في القصر وأذن للناس إذنا عاما، وجيء برأس الحسين فوضع بين يدي، فجعل ينظر إليه ويتبسم، وكان في يده سوط فجعل يضرب ثناياه ويقول: إنه كان حسن الثغر،
ثم قال لقد أسرع الشيب إليك أبا عبد الله. يوم بيوم بدر وكان عنده أنس بن مالك فبكى وقال كان أشبههم برسول الله وكان مخضوبا بالوسمة. وكان إلى جانبه زيد بن أرقم صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وهو شيخ كبير، فلما رآه يضرب ثنايا الحسين قال له ارفع سوطك عن هاتين الشفتين، فوالله الذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله ما لا أحصيه كثرة يقبلهما. ثم انتحب باكيا. فقال ابن زياد أبكى الله عينك، أتبكي لفتح الله؟ والله لولا إنك شيخ قد خرفت وذاب عقلك لضربت عنقك. فنهض ابن أرقم من بين يديه وهو يقول أيها الناس أنتم العبيد، بعد اليوم قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجان، والله ليقتلن خياركم وليستعبدن شراركم، فبعدا لمن رضي بالذل والعار. ثم قال يا ابن زياد لأحدثنك أغلظ عليك من هذا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله أقعد حسنا على فخذه اليمنى وحسينا على فخذه اليسرى، ثم وضع يده على يافوخيهما، ثم قال اللهم إني أستودعك إياهما وصالح المؤمنين. فكيف كانت وديعة رسول الله عندك يا ابن زياد؟ وأدخل نساء الحسين وصبيانه إلى مجلس ابن زياد، فجلست زينب متنكرة فسأل عنها فقيل هذه زينب ابنة علي، فأقبل عليها وقال الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. فقالت يا ابن زياد الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه وطهرنا من الرجس تطهيرا، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا. فقال لها كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيته؟ فقالت ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج ثكلتك أمك يومئذ يا ابن مرجان. فغضب ابن زياد وكأنه هم بها، فقال له عمرو بن حريث إنها امرأة والمرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها. فقال ابن زياد لها لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين والعصاة المردة من أهل بيتك. فقالت لعمري لقد قتلت كهلي وقطعت فرعي واجتثثت أصلي، فإن كان هذا شفاك فقد اشتفيت. فقال ابن زياد هذه سجاعة، ولعمري لقد كان أبوها شاعرا سجاعا،
فقالت يا ابن زياد ما للمرأة والسجاعة، إن لي عن السجاعة لشغلا، ولكن نفث صدري بما قلت. ثم التفت ابن زياد إلى علي بن الحسين وقال من هذا؟ فقيل علي بن الحسين، فقال أليس قتل الله عليا؟ فقال علي بن الحسين كان لي أخ يقال له علي بن الحسين، قتله الناس؟ قال بل قتله الله. فقال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فقال ابن زياد وبك جرأ على رد جوابي، خذوه فاضربوا عنقه. فسمعت به عمته زينب فتعلقت به وقالت يا ابن زياد حسبك ما أبدأت من دمائنا، إنك لم تبق منا أحدا، فإن كنت قد عزمت على قتله فاقتلني قبله. وأنا اليوم لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي. أخذ بيح ورحلي قد أبيح وبي، ضاق الفتيح ضاق الفسيح وأطفالي بغير حمير. قالت بقيت محيرة وصف جبلي لا عباس يبرالي ولا حسين، يزجروني منبجي وتدمع العين وتبقى عبرت بصدرتك الزاير. يقول قالت يا طاير اش قالت يا سايق النوق ما تقدر تمر بهلي، انا كبيرة بخت لتعاين المحملي، انا اخوي الشمس وانا القمر شافي، أمر وأنهجنيت وبس أسمع الدللي بدولاب فرن الدهر وخلى دموع تهلي. رايد منك طلب سويه لله وإلي، توصل مضارب مضار وعلى ناقتك تعتلي تعتلي وتصيح يا اهل الشيام يا اولاد حمزه وعلي، الكم حراير شفت ظل نبلايا ولي. فقال علي بن الحسين لعمته اسكتي يا عم حتى أكلمه. ثم أقبل على ابن زياد وقال أبي القتل تهددني يا ابن زياد، أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا الشهادة؟ ثم أمر ابن زياد بعلي بن الحسين فحمل إلى دار جنب المسجد الأعظم. فقالت زينب لا تدخلن علينا عربية إلا أم ولد أو مملوك، فإنهن سبين كما سبينا. ثم أمر ابن زياد برأس الحسين فطيف به في سكك الكوفة وشوارعها، ثم إن ابن زياد صعد المنبر
فحمد الله وأثنى عليه وقال في بعض كلامه: الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله ونصر الأمير وحزبه وقتل الكذاب ابن الكذاب، فما زاد على هذا الكلام شيئا حتى قام إليه عبد الله بن عفيف الأزدي، وكان من خيار الشيعة وزهادها، وكانت عينه اليسرى قد ذهبت في يوم الجمل والأخرى في يوم صفين، وكان يلازم المسجد الأعظم يصلي فيه إلى الليل، فقال: يا ابن مرجان، إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه، يا عدو الله، أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المسلمين؟ فغضب ابن زياد وقال: من هذا المتكلم؟ فقال: أنا المتكلم، يا عدو الله، أتقتل الذرية الطاهرة التي قد أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا، وتزعم أنك على دين الإسلام وأغوثاه؟ أين أولاد المهاجرين والأنصار ينتقمون منك ومن طاغيتك اللعين ابن اللعين على لسان محمد رسول رب العالمين؟ فازداد غضب ابن زياد حتى انتفخت أوداجه وقال: علي به. فتبادرت إليه الجلاوزة من كل ناحية ليأخذوه، فقامت الأشراف من الأزد من بني عمه فخلصوه من أيدي الجلاوزة وأخرجوه من باب المسجد وانطلقوا به إلى منزله، فقال ابن زياد: اذهبوا إلى هذا الأعمى، أعمى الأزد، أعمى الله قلبه كما أعمى عينيه، فأتوني به. فانطلقوا إليه، فلما بلغ ذلك الأزد اجتمعوا واجتمعت معهم قبائل اليمن ليمنعوا عن صاحبهم، فبلغ ذلك ابن زياد فجمع قبائل مضر وضمهم إلى محمد بن الأشعث وأمره بقتال القوم، فاقتتلوا قتالا شديدا حتى قتل جماعة منهم. قال: ووصل أصحاب ابن زياد إلى دار عبد الله بن عفيف فكسروا الباب واقتحموا عليه، فصاحت ابنته: أتاك القوم من حيث تحذر؟ فقال: لا عليك، ناوليني سيفي. فناولته السيف فجعل يذب عن نفسه وهو يقول: أنا ابن ذي الفضل عفيف الطاهر، عفيف شيخي وابن أم عامري، كم دارع من جمعكم وحاسري، وبطل جدلته مغاوري. فجعلت ابنته تقول: ليتني كنت رجلا أخاصم بين يديك اليوم هؤلاء الفجرة قاتل العترة البررة. وجعل القوم يدورون عليه من كل جهة وهو يذب عن نفسه، فلم يقدر عليه أحد، وكلما جاءوه من جهة قالت: يا أبتي، جاءوك من جهة كذا، حتى تكاثروا عليه وأحاطوا به. فقالت ابنته: واذ الله، يحاط بأبي وليس له ناصر يستعين به. فجعل يدير سيفه ويقول: أقسم لو يفسح لي عن بصري، ضاق عليكم موردي ومصدري.
فما زالوا به حتى أخذوه، ثم حمل فأدخل على ابن زياد، فلما رآه قال: الحمد لله الذي أخزاك. فقال ابن عفيف: يا عدو الله، وبماذا أخزاني؟ فقال: ما تقول في عثمان بن عفان؟ فقال: يا عبد بني علاج، وشتمه: ما أنت وعثمان؟ أساء أم أحسن؟ وأصلح أم أفسد؟ والله ولي عباده يقضي بينهم. ولكن سلني عن أبيك وعنك وعن يزيد وأبيه. فقال ابن زياد: والله لا سألتك عن شيء أو تذوق الموت غصة بعد غصة. فقال ابن عفيف: الحمد لله رب العالمين، أما إني قد كنت أسأل الله ربي أن يرزقني الشهادة من قبل أن تلدك أمك، وسألت الله أن يجعل ذلك على يد ألعن خلقه وأبغضهم إليه. فلما كف بصري يئست من الشهادة، والآن فالحمد لله الذي رزقنيها بعد اليأس منها، وعرفني الإجابة منه في قديم دعائي. فقال ابن زياد: اضربوا عنقه. فضرب عنقه وصلب في السبخة. وكتب ابن زياد إلى يزيد يخبره بقتل الحسين وخبر أهل بيته. فلما وصل كتابه إلى يزيد ووقف عليه، أعاد الجواب إليه يأمره بحمل رأس الحسين ورؤوس من قتل معه، وحمل أثقاله ونسائه وعياله. قال ابن الجوزي: وسار القوم بهم، ولما وكلما نزلوا منزلا أخرجوا الرأس من الصندوق الذي أعدوه له، ووضعوه على رمح، وحرسوه طول الليل إلى وقت الرحيل، ثم يعيدونه إلى الصندوق ويرحلون. ونزلوا بعض المنازل، وفي ذلك المنزل دير فيه راهب، فأخرجوا الرأس على عادتهم ووضعوه على الرمح، وحرسه الحرس على عادته، وأسندوا الرمح إلى دير النصراني. فلما كان نصف الليل رأى الراهب نورا من مكان الرأس إلى عنان السماء، فأشرف على القوم وقال: من أنتم؟ قالوا: نحن أصحاب ابن زياد. وقال: فقال: وهذا رأس من؟ قالوا: هذا رأس الحسين بن علي ابن فاطمة بنت رسول الله. فقال: هذا رأس ابن بنت نبيكم؟ قالوا: نعم. قال: بئس القوم أنتم، لو كان للمسيح ولد لأسكناه أحداقنا. ثم قال: هل لكم في شيء؟ قالوا: وما هو؟ قال: عندي 10,000 درهم، تأخذوها وتعطوني الرأس، يكون عندي تمام الليل. قالوا: وما يضرنا؟ قالوا: وما يضرنا؟ فناولوه الرأس، وناولهم الدراهم، فأخذه الراهب وغسله وطيبه وتركه عنده، فجعله على فخذه وجلس يبكي الليل كله. فلما أسفر الصبح
قال يا رأس لا أملك إلا نفسي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمدا رسول الله وأشهد أني مولاك. ثم خرج من الدير وما فيه وصار يخدم أهل البيت عليهم السلام. ثم سار القوم برأس الحسين ورؤوس أهل بيته والأسرى من نسائه وعياله. فلما قربوا من دمشق دنت أم كلثوم من شمر وكان من جملتهم، فقالت له يا شمر لي إليك حاجة. قال ما حاجتك يا ابنة علي؟ فقالت إذا دخلت بنا البلد فاحملنا في طريق قليل النظارة ومرهم أن يخرجوا الرؤوس من بين المحامل وينحوها عنا حتى يشتغل الناس بالنظر إليها، فقد خزينا من كثرة النظر إلينا ونحن في هذه الحال. فأمر في جواب سؤالها أن تجعل الرؤوس على الرماح في أوساط المحامل بغيا منه وكفرا، وسلك بهم بين النظارة حتى أتى باب دمشق فوقف على باب المسجد الجامع حيث يقام السبي، وذلك في اليوم الأول من شهر صفر. قال الراوي وجاء شيخ ودنا من نساء الحسين وعياله وهم في ذلك الموضع، فقال الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم وأراح البلاد من رجالكم وأمكن أمير المؤمنين يزيد منكم. فقال علي بن الحسين يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال نعم. قال فهل عرفت هذه الآية؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال الشيخ نعم قد قرأت ذلك. فقال علي عليه السلام فنحن القربى يا شيخ، فهل قرأت وآت ذا القربى حقه؟ فقال الشيخ قد قرأت. فقال علي بن الحسين فنحن القربى يا شيخ، فهل قرأت واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى؟ قال نعم. فقال نحن القربى يا شيخ، فهل قرأت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ فقال الشيخ قد قرأت ذلك. فقال علي بن الحسين فنحن أهل البيت الذي خصنا الله بآية التطهير. فبقي الشيخ نادما على ما تكلم به، ثم التفت إلى الإمام زين العابدين وقال بالله عليك أنتم هم؟ فقال الإمام إنا لنحن هم من غير شك وحق جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، إنا لنحن هم. فبكى الشيخ ورمى عمامته ثم رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم إنا نبرأ إليك من عدو آل محمد من جن وإنس. ثم قال هل لي من توبة؟ قال نعم إن تبت تاب الله عليك وأنت معنا. فقال أنا تائب. فبلغ يزيد بن معاوية حديث الشيخ فأمر به فقتل،
قال سهل بن سعد الساعدي: خرجت إلى بيت المقدس حتى توسطت الشام، فإذا أنا بمدينة مضطردة الأنهار كثيرة الأشجار، وقد علقوا الستور والحجب والديباج وهم فرحون مستبشرون، وعندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول. فقلت في نفسي: ألأهل الشام عيد لا نعرفه نحن؟ ورأيت قوما يتحدثون، فقلت: يا قوم لكم بالشام عيد لا نعرفه نحن؟ فقالوا: يا شيخ نراك غريبا. فقلت: أنا سهل بن سعد، قد رأيت محمدا صلى الله عليه وآله. فقالوا: يا سهل، ما أعجب السماء لا تمطر دما، والأرض لا تنخسف بأهلها. قلت: ولم ذاك؟ قالوا: هذا رأس الحسين، عترة محمد يهدى من أرض العراق. فقلت: وعجبا يهدى رأس الحسين والناس يفرحون. ثم قلت: من أي باب يدخل به؟ فأشاروا إلى باب الساعات. فبينا أنا كذلك إذ رأيت الرايات يتلو بعضها بعضا، وإذا نحن بفارس بيده لواء منزوع السنان، عليه رأس من أشبه الناس وجها برسول الله صلى الله عليه وآله، ورأيت وراءه نسوة على جمال بغير وطاء. فدنوت من أولاهن فقلت: يا جارية من أنت؟ فقالت: أنا سكينة بنت الحسين. فقلت لها: ألك إلي حاجة؟ فأنا سهل بن سعد ممن رأى جدك وسمع حديثه. قالت: يا سهل، قل لصاحب هذا الرأس أن يقدمه أمامنا حتى يشتغل الناس بالنظر إليه ولا ينظروا إلى حرم رسول الله. فدنوت من صاحب الرأس فقلت له: هل لك أن تقضي حاجتي وتأخذ مني 400 دينار؟ قال: وما هي؟ قلت: تقدم الرأس أمام الحرم. ففعل ذلك ودفعت ما وعدته. قال الزهري: لما جاءت الرؤوس كان يزيد في منظرة له على جيرون، فأنشد وقد سمع غرابا ينعق لما بدت تلك الحمول، وأشرقت تلك الشموس على ربا جيرون، نعب الغراب. فقلت: صح أو لا تصح، فلقد قضيت من الغريم ديوني. ثم أدخل ثقل الحسين مع نسائه ومن تخلف من أهل بيته على يزيد بن معاوية، وهم مقرونون بالحبال. فلما وقفوا بين يديه وهم على تلك الحال، قال علي بن الحسين: أنشدك الله يا يزيد، ما ظنك برسول الله لو رآنا على هذه الحال والصفة؟ فأمر يزيد بالحبال فقطعت، ثم دعا بمبرد وجعل يبرد الجامعة عن عنق الإمام. فلما رفعوا الجامعة سالت الدماء من رقبته. قال ابن الأثير في الكامل: ونظر رجل شامي إلى فاطمة بنت الحسين وقال ليزيد: هب لي هذه الجارية
قالت فاطمة: فارتعدت وظننت أن ذلك جائز لهم، فأخذت بثياب عمتي زينب وقلت: يا عمتاه، أوتمت وأستخدم بعد والدي أبي عبد الله. وكانت عمتي تعلم أن ذلك لا يكون، فقالت للشامي: كذبت والله ولأمت، والله ما ذاك لك ولا لأميرك. فغضب يزيد وقال: كذبت، إن ذلك لي، ولو شئت أن أفعل لفعلت. فقالت: كلا والله، ما جعل الله لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. فاستطار يزيد غضبا وقال: إياي تستقبلين بهذا الكلام؟ إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. فقالت: بدين الله ودين أبي وأخي اهتديت أنت وجدك وأبوك إن كنت مسلما. فقال: كذبت يا عدوة الله. فقالت: أنت أمير تشتم ظالما وتقهر بسلطانك. فكأنه استحيا وسكت. فأعاد الشامي قائلا: يزيد، هب لي هذه الجارية. فقال له: اعزب، وهب الله لك حتفا قاضيا وموتا عاجلا، عرفتها؟ قال: لا. قال: هذه فاطمة بنت الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال الشامي: لعنك الله يا يزيد، أتقتل عترة نبيك وتسبي ذريته؟ والله ما توهمت إلا أنهم من الترك أو الروم. فقال يزيد: والله لألحقنك بهم. ثم أمر به فضربت عنقه. ودعا يزيد برأس الحسين ووضعه أمامه في طشت من ذهب، وكانت النساء خلفه. فقامت سكينة وفاطمة تتطاولان النظر إليه، ويزيد يستره عنهما. فلما رأيناه صرخنا بالبكاء. ثم أذن يزيد للناس إذنا عاما ليدخلوا، وأخذ يزيد مخصرته وجعل ينكث ثغر الحسين ويقول: يوم بيوم بدر. وأنشد أبا قومنا أن ينصفونا، فأنصفت قواضب في أيماننا تقطر الدماء، نفلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. فقال يحيى بن الحكم أخو مروان، وكان جالسا عنده لهام بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغلي، سمية أمسى نسلها عدد الحصى، وليس لآل المصطفى اليوم من نسلي. فضربه يزيد على صدره وقال: اسكت، لا أم لك، وأما العقيلة زينب فإنها لما رأت رأس أخيها نادت بصوت حزين يقرح القلوب: وحسيناه يا حبيب رسول الله، يا ابن مكة ومنايا، يا
ابن فاطمة سيدة النساء عسى يا ننشتل واروح وياك ولا شافتي مخضوب بدمعك ولا شوف الرجس يضرب ثناياك يا ريف اليتامى لا عدمناك هضمنا يا ما جرى على حد وشاف بربينا العدو جرح وشاف صعب الثالث ايش قد هذا اثري تراثي هذا البيت لكن هواي صعب ومؤلم وشاف على راس السبط العين وشاف عصا يزيد ويسب حمية يا الحمية ثم جعل يزيد يقول ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل قد قتلنا القوم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزايات فبينا هو يترنم بأبياته وإذا بصوت العقيل يصك مسامعه إذ لم تسمع أحدا يرد على يزيد فقامت وقالت الحمد لله رب العالمين صدق الله حيث يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة وإن ذلك لعظم خطرك عنده فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا أنسيت قول الله ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه من دماء الشهداء وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأضغان ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم لأهلوا واستهلوا فرحا
ثم قالوا يا يزيد لا تشل منحنيا على ثنايا أبي عبد الله، تنكتها بمخصرتك وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأف بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم، فلتردن وشيكا موردهم ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت ولا فعلت ما فعلت. اللهم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا، فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وحسبك بالله حاكما وبمحمد خصيما وجبرائيل ظهيرا، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرا، ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. فهذه الأيدي تنقف من دمائنا والأفواه تتحلب من نحورنا من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل وتعفرها أمهات الفراعل. ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما، حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد. فإلى الله المشتكى وعليه المعول، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا، وهل يرحض عنك عارها؟ وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد؟ يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. فالحمد لله الذي ختم لأولنا بالسعادة والرحمة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة والرحمة، ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب ويوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة، إنه رحيم ودود وحسبنا الله ونعم الوكيل. فقال يزيد: يا صيحة تحمد من صوائحي، ما أهون الموت على النوائح. والتفت رجل نصراني وهو رسول قيصر إلى يزيد وقال: إن عندنا في بعض الجزائر حافر حمار عيسى، ونحن نحج إليه في كل عام من الأقطار، وتهدى إليه النذور ونعظمه كما تعظمون كتبكم، فأشهد أنكم على باطل. فأغضب يزيد كلامه وأمر بقتله، فقام إلى الرأس وقبله وشهد الشهادتين وقتل.
ثم أخرج يزيد الرأس من المجلس وصلبه على باب القصر 3 أيام. فسمعت هند بنت عمرو زوجة يزيد بذلك فجاءت إليه وهي حاسرة عن رأسها حافية القدمين مهتوكة الحجاب إلى مجلس يزيد وهي تقول يا يزيد رأس ابن بنت رسول الله على باب دارنا. فقام إليها وغطاها وقال لها اعولي عليه يا هند فإنه صريخة بني هاشم عجل عليه ابن زياد. ثم جاء يزيد إلى المسجد وأمر الخطيب أن يصعد المنبر وينال من علي والحسين بمحضر علي بن الحسين. ففعل الخطيب ذلك فصاح علي بن الحسين ويلك أيها الخاطب اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدك من النار. ثم قال علي بن الحسين ليزيد أتأذن لي حتى أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات لله فيهن رضا ولهؤلاء الجلساء أجر وثواب. فأبى يزيد عليه ذلك فقال له الناس إئذن له فليصعد فلعلنا نسمع منه شيئا. فقال إنه إن صعد لم ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. فقالوا وما قدر ما يحسن هذا؟ فقال إنه من أهل بيت قد زقوا العلم زقا فلم يزالوا به حتى أذن له فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله وخطب خطبة أبكى منها العيون وأوجل القلوب. فقال أيها الناس أحذركم من الدنيا وما فيها فإنها دار فناء وزوال تنتقل بأهلها من حال إلى حال قد أفنت القرون الخالية والأمم الماضية الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان فكأنهم لا كانوا لها أهلا ولا سكانا. أفتطمعون بالبقاء بعدهم؟ هيهات هيهات لا بد لكم من اللحوق بهم قد وجدوا ما أسلفوا وأحضروا ما تزودوا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فهم في منازل البلوى همود وفي عساكر الموتى خمود ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم قال أيها الناس أعطينا 6 وفضلنا 7 أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سيدة النساء ومنا سبط هذه الأمة ومنا مهديها
أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردا، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وقامع الملحدين ويعسو بالمسلمين ونور المجاهدين وتاج البكائين وزين العابدين وأصبر الصابرين وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل المارقين والناكثين والقاسطين والمجاهد أعدائه الناصبين، وأفخر من مشى من قريش أجمعين، وأول من أجاب واستجاب لله ولرسوله من المؤمنين، وأول السابقين وقاصم المعتدين ومبيد المشركين، وسهم من مرام الله على المنافقين، ولسان حكمة العابدين وناصر دين الله وولي أمر الله وبستان حكمة الله وعيبة علمه، سمح سخي بهي بهلول زكي أبطحي رضي مقدام همام صابر صوام مهذب قوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب أربطهم عناناً وأثبتهم جناناً وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة، أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة طحن الرحى ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم، ليث الحجاز كبش العراق مكي مدني خيفي عقبي شجري مهاجري، من العرب سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين، ذاك جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن خديجة الكبرى، ثم إنه أبكى العيون بهذه الكلمات لما قال أنا ابن المقتول ظلما، أنا ابن محزوز الرأس من القفا، أنا ابن العطشان حتى قضى،
أنا ابن طريح كربلاء، أنا ابن مسلوب العمامة والردايا، أنا ابن من بكت عليه ملائكة السماء، أنا ابن من ناحت عليه الجن في الأرض والطير في الهوايا، أنا ابن من رأسه على السنان يهدى، أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تسبى، قال أنا ابن الظل ثلاثة أيام مطروح، أنا ابن الظل ثلاثة أيام مطروح، مطروح مطروح على الغبرة ودماء من منحرة تفوح، يا بويا القلب عقبك يظل مجروح مجروح لما يتوسد وياكل مني، أنا ابن الراس فوق الرمح مرفوع، أنا ابن الخنصرة ويا الراس مقطوع، أنا ابن الخنصرة ويا الراس مقطوع، أنا ابن القضاء ومرضرض ضلوع، أنا ابن القضاء ومرضرض ضلوع ولا دفان شال من الوطي، فلم يزل يقول أنا أنا حتى ضج الناس بالبكاء والنحيب، وخشي يزيد الفتنة فأمر المؤذن أن يؤذن ليقطع عليه كلامه، فلما قال المؤذن الله أكبر قال الإمام لا شيء أكبر من الله، كبرت كبيرا لا يقاس، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال شهد بها شعري وبشري وعظمي ولحمي ودمي، فلما قال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله التفت الإمام وهو بعد على المنبر إلى يزيد وقال محمد هذا جدي أم جدك، فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وكفرت، وإن قلت أنه جدي فلما قتلت عترته، ثم نزل الإمام زين العابدين من المنبر وقد تفرق من كان في المسجد والتفوا حول الإمام، قال المنهال جئت وسلمت عليه وقلت سيدي يا ابن رسول الله كيف أمسيت؟ قال أمسينا كمثل بني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، أمست العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها، وأمسينا معشر أهل بيته مقتولين مشردين، فإنا لله وإنا إليه راجعون، قال المنهال بينا يكلمني إذ امرأة خرجت خلف تقول إلى أين يا نعم الخلف، فتركني وأسرع إليها فسألت عنها قيل هذه عمته زينايا، وكأني بها تقل لها لا يا الماهبت كل قلب جاسي جاسي على المنبر يا عم رفعت راسي، ابن أهلها
هلك هاي الكراسي وكل الناس تشهد مش ناسي. ولما خشي يزيد الفتنة وانقلاب الأمر عجل بإخراج الإمام زين العابدين والعيال من الشام إلى وطنهم ومقرهم ومكنهم مما يريدون، وأمر النعمان بن بشير وجماعة أن يسيروا معهم مع الرفق. ولما عرف الإمام عليه السلام الموافقة من يزيد طلب منه الرؤوس كلها ليدفنها في محلها، فلم يتباعد يزيد عن رغبته فدفع إليه رأس الحسين مع رؤوس أهل بيته وصحبه فألحقوها بالأبدان. فلما ساروا من الشام قاصدين المدينة جعلوا طريقهم على العراق، فلما قاربوا كربلاء قالوا للدليل مر بنا على طريق كربلاء. فلما وصلوا إلى موضع المصرع وجدوا جابر بن عبد الله الأنصاري وجمعا من بني أسد وردوا لزيارة قبر الحسين، فتوافوا في وقت واحد وتلاقوا بالبكاء والحزن واللطم، وأقاموا الماتم واجتمع عليهم أهل ذلك السواياد وأقاموا على ذلك أياما. قال عطية العوفي: خرجت مع جابر زائرا قبر الحسين، فلما وردنا كربلاء دنا جابر من شاطئ الفرات واغتسل، ثم اتزر بإزار وارتدى بآخر، ثم فتح صرة فيها سعد فنثرها على بدنه، ثم مشى إلى القبر الشريف حافيا ولم يخط خطوة إلا ذكر الله، حتى إذا دنا من القبر قال: ألمسنيه يا عطية، فألمسته فخر على القبر مغشيا عليه، فرششت عليه شيئا من المهايا، فلما أفاق قال ثلاثا: حسين يا حسين ثلاثا. ثم قال: حبيب لا يجيب حبيبا، وأنى لك بالجواب وقد شحطت أوداجك على أثباجك وفرق بين بدنك ورأسك، فأشهد أنك ابن خير النبيين وابن سيد الوصيين وابن خليف التقوى وسليل الهدى وخامس أصحاب الكساء وابن سيد النقباء وابن فاطمة سيدة النساء، وما لك لا تكون هكذا، وقد غذتك كف سيد المرسلين وربيت في حجر المتقين ورضعت من ثدي الإيمان وفطنت بالإسلام، فطبت حيا وميتا، غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك ولا شاك في حياتك، فعليك سلام الله ورضوانه. وأشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك، وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا، ثم أجال ببصره حول القبر وقال: السلام عليكم أيتها الأرواح التي حلت بفناء الحسين وأناخت برحله، أشهد أنكم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم الملحدين
وعبدتم الله حتى أتاكم اليقين، والذي بعث محمدا بالحق لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه. فقلت يا جابر كيف ولم نهبط واديا ولم نعلو جبلا ولم نضرب بسيف والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم وأوتمت أولادهم وأرملت النساء؟ فقال يا عطية سمعت رسول الله حبيبي صلى الله عليه وآله يقول: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم، والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. قال عطية: فبينا نحن بهذا الكلام وإذا بسواد قد أقبل علينا من الشام، قد أقبل علينا من ناحية الشام. فقلت يا جابر إني أرى سوادا عظيما مقبلا علينا من ناحية الشام. فالتفت جابر إلى غلامه وقال: انطلق وانظر ما هذا السواد، فإن كانوا من أصحاب عبيد الله بن زياد فارجع إلينا لعلنا نلجأ إلى ملجأ، وإن كان سيدي ومولاي زين العابدين فأنت حر لوجه الله. فانطلق الغلام فما كان بأسرع من أن رجع وهو يلطم على وجهه وينادي: قم يا جابر واستقبل حرم الله وحرم رسول الله. فهذا سيدي ومولاي علي بن الحسين قد أقبل مع عماته وأخواته. فقام جابر يمشي حافي الأقدام مكشوف الرأس ودنا من زين العابدين، فقال الإمام: أنت جابر؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. قال: يا جابر ها هنا والله قتلت رجالنا. وذبحت أطفالنا وسبيت نساؤنا وأحرقت خيامنا. نوح وحن يا جابر وانحب ويا ماي، ويلي وانحب ويا ماي، أنا بهالمعارف قدت ولياي. يقول له: طاح القمر عباس عالماي، هنا نضلوع داستها عوجي. وكأني بالعقيل زينب لما لاحت لها أرض كربلاء صاحت: هاي احنا بمحار الطاف يا حادينا. احنا بمحار الطف يا حادينا، حط هنا شايبنا ومواشينا، حط هنا يا حادي وابتعد عنا، وعين الموش منا لا تصدنا. يا ويلي خل باج الدرب مشاية نتعنه، ونندل بعد ما حاجة تدلينا.
قال تحط رجابهن ومن الهزل نزلان ومن كثر التعب مثل الورد ذبلان شايم همي وهضم من اليسر حملان وصاحت بيهن ام الخدر ردين لمتهن ونادت انا الاجدم شايم هنا يلي الدهر وياي دول بجن تبعين اثر جدمي وبالمشي لبجان مشاين طب القبور هالينا يقول مشت زينب وتبعن اثر ممشاها وكل ما هي حنت حنن وياه بجت زينب بجت والكل بدن يبجن على بجاها وصاحت بيهن ام الخدر صاحت حلت الساعه البواجين قالت الهن صيحا يا الحرم لو صحت خويا عسير صيحا يا الحرم لو صحت خويا عسير صحت خويا حسين انشدني جنت وين وجيت مني خويا هاي هي الأمانة بس بقالك دين انا بالشامات جيتك عايفر هنا هاي هي الأمانة فوق كل المر يا أخويا هاي هي الأمانة فوق كل المر بس خويا الرقية جيتك تعذر لو بيدي يصح ويدور المقدر بس شان الامر ما يصح بيدينا اجيناكم جيناكم يا خوتي بهالمسخ الطار يلعدكم الضيف يصير صاحب دايار يا الملقاكم يفرج عن المحتار اشو محد اجا منكم يلاقينا حسين ايش تتمنى زينب يا اخويا حسين من السفر خلي تلقاني لو عباس لو عباس حي شاب العجل جاني يا 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 يا
جينا وعلى قبرك قعدنا ويا على قبرك قعدنا نخيناك يا عزنا وضمدنا هاي المحامل قوم ردنا يا هاي المحامل قوم ردنا تفرقت النساء على القبور يقول الشاعر وقفت رباب على رأس زينب أين دفنوا عبد الله يا زينب أشارت إليها أنه قد دفن على صدر أبي عبد الله يقول كأني بها تحث التراب على رأسها تقل قلولي على صدر حسين النايم قالوا لي على صدر حسين نايم يا بعد عمري يا بعد عمري أبيك كسر صدره تعال تعال اغفى على صدري على صدري ولو حر الرمل دافي أنا أدفى من الرمل حجري يا يم وزينب صاحت بالنساء يا نساء إلى شاطئ العلقمي صاحت يا الحرم قوم المشنة لعند اللي تجفلنا من أهل نريد يقوم ويردنا الوطن مثل ما جابنا بينا يتوزم اتمشت من الحومة وبذاك الخطر امدوهنا وتنشد على درب النهر عندك حاجة؟ امدو هنا او تنشد على درب النهر تصيح يا هالناس ما شفتوا قمر ما شفتوا قمر طاح من سابع سما وينجوم قالت قالت عليك عليك السمت باللبن جعده بقى من أبناء الحسن واحد حسن المثنى يقول زينب متوجه له الخطاب تقل عليك السمت باللبن جعدة جعدة عليك السمت باللبن جعدة يا عم روح للعباس يا عم روح للعباس جعدة وقل لأختك تصلي لي قل لأختك تصلي لي جعدة عليه حسين خلي يلحق علي وكأني بها لما نزلت أرض كربلاء يا نازلين بكربلاء يا هل عندكم خبر بقتلانا وما يا أعلامها ما حال جثة ميتين اي احكي بقيت ثلاثا لا يزاير مقامها وبقي أهل البيت ثلاثة أيام في أرض كربلاء وبعد الثلاثة توجهوا إلى المدينة قاصدين الرجوع إليها
فلما قاربوا المدينة نزلوا هناك، والتفت الإمام زين العابدين إلى بشر وقال له: يا بشر، رحم الله أباك، لقد كان شاعرا، فهل تجيد الشعر؟ قال: بلى يا ابن رسول الله، إني لشاعر. فقال الإمام له: ادخل المدينة وانع الحسين. قال بشر: فركبت فرسي وركضت حتى دخلت المدينة، فلما بلغت مسجد النبي رفعت صوتي بالبكاء وأنشدت: يا أهل يثرب لا مقام. صير قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلا يا مضرج، والرأس منه على القناة يدار. ثم قلت: يا أهل المدينة، هذا علي بن الحسين مع عماته وأخواته قد حلوا بساحتكم ونزلوا بفنائكم، وأنا رسوله إليكم أعرفكم مكانه. قال: فما بقي في المدينة مخدر ولا محجبة إلا وبرزت من خدرها ضاربة وجهها داعية بالويل والثبور، فلم ير باك وباكي أكثر من ذلك اليوم. ثم دخل زين العابدين المدينة، فلما رآها موحشة باكية، ووجد ديار أهله خالية، تنعى أهلها وتندب سكانها. وأما بنات الرسالة جئن إلى دار أبي عبد الله، وكأني بالحوراء زينا يا بطبا للمدينة. شلو أو شنهي ردت البيت أنا وشقل للدار، لو قالت يا زينب وين هاليتي، أو شقل اللي ناشدني أشو من دون خجيتي. قال: يا حياتي تنغصت والعمر دارك، حياتي تنغصت والعمر دارك، وما ادري شلون جف الموت يا اخوي، ما ادري شلون جف الموت دارك، دقل لي شلون اطب يا حسين. دارك انا شلون انظر وهي وحشة وخليل. يقول: بيناهن كذلك، واذا يا بالباب تطرق من الطارق، قيل لها: هذه ام البنين، هذه ام العباس واخوته. فقالت الحوراء: دعوها تدخل فإنها مفجوعة. أقرأ لك الأبيات ذني. يقول: زينب لطيبة، الكل خلي يحكي، زينب لطيبة من لفاتها، زينب لطيبة من لفتها عقب السبي ومصرع اخوات، عقب السبي ومصرع اخوتها، واهل المدينة استقبلتها، وام عباس قبل الكل جتها، والله شبقت عليها وقبلت.
وجت عليها وقبلتها وقعدت وياها وناشدت. شو تريد ام البنين؟ شفتها يا أخاف ويا البنات وما عرفته. اي والله خاف ويا البنات وما عرفته. العليلة هاي تنشدن على اخته لان زينب بعبره جاوبتها بالشامات يا يما دفنت. مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا. خرجنا منك بالأهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا. يا الله مكان مقدس ويوم عظيم وأجواء إيمانية، قلوب حسرة، عيون عبرة مهمومة بهم آل محمد عليهم السلام، قلوب محزونة بحزن ولي الأمر صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف. كل هذا أحرى أن تكون الأسئلة من الله عز وجل مجابة إن شاء الله، أحرى أن يكون الدعاء مقبولاً مستجاباً. سلوا الله قضاء الحوائج. الآية المباركة 5 مرات: بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه، إذا دعا أما يجيب المضطر إذا دعا. اللهم كن لوليك صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا. يا الله ودليلا أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحقهم صل على محمد وآل محمد، اقض حوائجنا يا الله، اشف مرضانا يا الله، عافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. من كان في جمعنا طالب حاجة من عليه بقضائها يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وخفف عنا سكرات الموت وشدائد القبر وهول المطلع، وعرف بيننا وبين الزهراء فاطمة وبنيها في الدنيا والآخرة يا الله. طالب الذرية من عليهم بالذرية الصالحة المباركة، من كان مريضا أو له مريض من على جميع المرضى بالصحة والسلامة والعافية. اقض عنا الدين يا الله ببركات أبي عبد الله الحسين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة مع الصلوات.